السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله أنا بدي أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لموضوع علامات اللي هو المساق عليه 100 درجة. حينقسم إلى قسمين، القسم الأول عليه 40%، 40 درجة. ال40 درجة حتكون فيها أنشطة، تقارير، واجبات، كويزات، امتحان قصير. والقسم الثاني حيكون 60 درجة، حيكون هذا امتحان نهائي لحين ما تقرر اللي هي الإدارة وقتش حيكون هذا الامتحان وكيف الآلية المتبعة بالنسبة لهذا الموضوع حسب الوضع الراهن. الآن بالنسبة لموضوع اللي هو الوحدة الأولى، المحفوظات، مفهوم المحفوظات وأهمية المحفوظات ووظائف المحفوظات وأنواع المحفوظات. هذه الوحدة كلها بتتحدث عن اللي هو يعني كيفية التعامل مع المحفوظات داخل هي المؤسسة أو المنظمة أو المعلومات اللي هي التي ترد إلى المنظمة أو التي تصدر عن المنظمة، وكيف الآلية عملية اللي هي حفظ هذه اللي هي البيانات والمعلومات والوثائق، وكيف أهميتها وإيش الوظائف وإيش أنواع اللي هي المحفوظات. بداية إحنا هنا تعريف أو مفهوم المحفوظات. تطلق هنا كلمة المحفوظات على مواد المحفوظات. 2، مكان المحفوظات. مواد المحفوظات هي أوعية تسجيل المعلومات والوثائق الناتجة عن النشاطات المختلفة للمؤسسة، ويراد حفظها للرجوع إليها عند الحاجة. هذه مواد المحفوظات، يعني هي كلها أوعية لتسجيل المعلومات أو الوثائق الناتجة عن المنظمة أو المؤسسة، ويتم حفظ فيها المعلومات للرجوع إليها عند الحاجة. لما نيجي نعرف إيش الوثائق أو الوثيقة، هي بأنها كل مادة تحتوي على بيانات ومعلومات تحفظ للرجوع إليها مستقبلا. بمعنى إنه هنا إيش يعني البيانات والمعلومات هذه اللي إحنا بدنا نحفظها داخل المؤسسة أو داخل الإدارة. بالنسبة لهذه في نقطتين، في ورقي وفي مواد مسجلة أو مصورة. الورقية هي اللي الدارجة وهي المستخدمة، والمسجلة برضو اللي هي تسجيل حلقات، تسجيل أشرطة صوتية، فيديوهات كذا، زي ما بيستخدموها في الصحافة والأمور هذه، في هذه اللي هي وبأرشفوا هذه المعلومات داخل اللي هي الأماكن المحددة داخل المؤسسات أو المنظمات. الورقية هي كأوامر، تعليمات، قرارات، مراسلات، نماذج، سجلات، كلها هذه حسب قرارات، حسب التعاميم، حسب المراسلات ممكن نفتح أوعية حفظ ونحفظ هذه اللي هي الملفات. أماكن أو مكان الحفظ، خلينا نقول مكان الحفظ هي الوحدة الإدارية المسؤولة عن مهام المحفوظات النشطة في كل مؤسسة. طبعا هنا بتختلف المستوى اللي هي مستويات الإدارية، المستويات الإدارية في عملية اللي هي الحفظ، حتى من مؤسسة لأخرى تختلف في أماكن الحفظ. بعض المؤسسات ممكن تحفظ مركزي، بعض المؤسسات ممكن تحفظ حسب حجم المنظمة، تحفظ بالطريقة اللامركزية. وهنا هذه المحفوظات يعني بتتعلق بالمحفوظات النشطة اللي دائما إحنا لازم متكررة الاستخدام نحفظها في الأماكن المحددة داخل الوحدة الإدارية أو داخل هي المنظمة ككل. أنواع المحفوظات عندنا اللي هي الأنواع متنوعة، في 3 أنواع: محفوظات نشطة، محفوظات متوسطة النشاط، محفوظات غير نشطة. الآن لما نيجي إحنا نشوف محفوظات النشطة، هي الوثائق التي يتم استخدامها، هي الوثائق التي يتم استخدامها والرجوع إليها بشكل متكرر داخل الإدارة. يعني هنا إحنا لو بدنا نيجي نقول دائما دائما اللي هو في عنا وثائق ممكن إحنا دائما بنستخدمها، في سواء كان بيانات أو نماذج أو بعض التقارير أو بعض المعلومات ممكن يتم عملية الرجوع إليها بشكل متكرر، هذه بتحفظ داخل الوحدة الإدارية لتكون قريبة من أيدي اللي هي الموظفين حتى إيش تستمر اللي هي الأعمال. 2، محفوظات متوسطة النشاط، وهي الوثائق التي يتم الرجوع إليها واستخدامها على فترات زمنية متباعدة إلى حد ما.
وهذا النوع من الوثائق إما أن يحفظ بمركز حفظ مركزي في المنظمة أو أن يحفظ داخل الإدارة، وذلك وفقا للتنظيم الإداري المتبع في المنظمة حسب طبيعة المنظمة. ممكن أنا أحفظ مركزي وممكن أنا أحفظ كل قسم برضه يحفظ هذه المعلومات، ليش؟ لفترة زمنية متباعدة إلى حد ما، ممكن من 3 شهور لعند 6 شهور حسب طبيعة هذه اللي هي الوثائق ويتم الرجوع إليها. زي ما أجي أقول أنا مثال، في عندنا مثلا في الكلية مثلا إحنا بالنسبة للامتحانات النهائية كان الدفاتر ممكن إحنا نحفظهم لفترة زمنية محددة لفصل فصلين، بعد هيك بتتم عملية التخلص من هذه اللي هي الدفاتر، نحفظهم في مكان مركزي حتى ممكن يتم مراجعة الطلبة بعد فصل بعد فصلين، يتم عملية مراجعة علامات كذا. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للفترة الزمنية. في عندنا محفوظات غير نشطة، هي الوثائق التي نادر ما يتم الرجوع إليها أو لا يتم الرجوع إليها نهائيا. في بعض الوثائق هنا بقول لك نقطتين، يعني نادر ما يتم الرجوع إليها وفي ممكن ما نرجعش لها نهائي بشكل نهائي، وتنقسم إلى قسمين أو نوعين: محفوظات غير نشطة مستديمة وفي غير نشطة منتهية. المستديمة هذه وثائق مهمة جدا ولها قيمة تاريخية، ممكن إحنا نرجع لها حسب اللي هي هذه المحفوظات المهمة كاتفاقيات كعقود كقرارات إدارية تعليمات، هذه سارية المفعول، يعني ممكن نرجع لها في أي لحظة من اللحظات أو أي وقت من الأوقات، ممكن بعد 10 سنين بعد 5 سنين بعد سنة حسب طبيعتها اللي هي هذه ممكن نرجع لها. لكن المحفوظات الغير نشطة هذه منتهية، هذه أوراق انتهى العمل بها تماما، يعني ممكن تكون دعوة، الدعوة هذه أنا بس خلصت المهمة منها، بعد هيك بخزنهاش ولا بحفظها، بتم عملية إيش إتلافها بشكل نهائي. هذه اللي هي بالنسبة للمحفوظات الغير نشطة. أهمية المحفوظات لها أهمية ودور حيوي بالنسبة للمنظمات في كافة اللي هي مستوياتها الإدارية المنظمة، لأنه هنا مهم جدا بالنسبة ل يعني بالنسبة للإدارة ومجالات الإدارة في مستوياتها ككل. بالنسبة هذه نقطة مهمة جدا، أي مسؤول أو مدير اللي هو لازم يكون في عنده اللي هو متابعة في عملية حفظ كافة المعلومات وين مصادر هذه المعلومات، ويتم عملية حفظ هذه المعلومات بشكل مهم جدا. يعني نقطة مهمة جدا، بداية احنا بنوضع خطة لعملية الحفظ بشكل مناسب، يعني هنا حكي لنا هيوين برضو لازم يكون في تخطيط بصورة سليمة، لازم يكون اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، لازم يكون في تنسيق بين الأنشطة اللي هي الصحيحة، يعني في عملية الحفظ الحفظ المتكرر الاستخدام مثلا متوسط نشاط غير نشطة، كل هذه اللي هي الأمور هذه لها أهمية كبيرة في الوقت اللي هو المناسب، لازم نكون احنا واضحين في عملية حفظ كافة هذه اللي هي المعلومات أو البيانات بالنسبة للمنظمة. في عنا وظائف المحفوظات 3 شغلات اللي هي حنشوف: تجميع وثائق وتسجيل المعلومات الورقية الخاصة بالمؤسسة، تنظيم الوسائط التي يتم تجميعها لسهولة استرجاعها، هنا تقديم خدمات واسترجاع المعلومات للمستفيدين عند الحاجة. هذول 3 اللي هو بالنسبة اللي هي عندنا وظائف المحفوظات، وهذه نقطة مهمة جدا إنه أنا بسجل كافة اللي هي المعلومات الناتجة عن الوحدات الإدارية التي تشكل الهيكل التنظيمي لكل المؤسسة. يعني هناك برضو ممكن نوضع خطة صحيحة وواضحة لنحدد ايش اللي هو عدد النسخ اللازمة ومدة الاحتفاظ بكل وعاء. يعني ممكن اقول لك في نشط متكرر الاستخدام، في غير نشط مثلا، في متوسط النشاط، يعني هذه برضو مهمة جدا، لازم كل سواء كان المنظمة ككل سواء كان كل قسم بدي يحدد بشكل واضح
ايش اللي هي المواد اللي بده يتم او البيانات اللي بده يتم حفظها واستخدامها، واللي بده متوسطة استخدام او ممكن غير اللي هي منتهية. مثلا التنظيم الفني للمواد، هنا تنظيم فني، وهذه نقطة مهمة جدا، تنظيم فني للمحفوظات. يعني انا برضو من ناحية فنية بدي اعرف ايش اللي هي بدي اصنفها، بدي اعرف ايش هذه مراسلات وهذه مثلا قرارات، هذه تعميمات، هذه كذا، بدي اصنفها وارمزها حسب اللي هو الوثائق اللي انا او الداخل اللي هو المنظمة بشكل صحيح وسليم. الاسترجاع وخدمات المستفيدين، يعني هنا الاسترجاع وخدمات المستفيدين هذه نقطة مهمة جدا برضو، إلها تنظيم فني للمواد والمحفوظات. يعني الغرض منها الرئيسي هو تسيير الاستفادة من المعلومات حتى تسهل علينا عملية الرجوع إلى أي نقطة أنا بدي أحفظها، بتسهل بدي أعرف أصنفها وأكتب عنوانها حتى تسهل علينا عملية الرجوع إليها في أي لحظة من اللحظات بشكل سريع. هذا كل ما يتعلق باللي هي الوحدة الأولى. إن شاء الله اللقاء الثاني هنتحدث عن تصنيف المحفوظات.